ترجع تجربتك في 2000 وتقريبا 8 او 7 لما تقول انه والله في منافسة في قطاع معين وتضطر رجل الاعمال او رائد الاعمال انه يطلع منها. الان ترى ممكن الشيء هذا يتكرر بطريقة اخرى. ايش اللي ما يخلي الانسان او رجل الاعمال رائد الاعمال يصبر على ثمرة النتائج في الوقت يعني طويل؟ والله شوف، اول شيء ممكن يعني عبارة تجار الشنطة هذا المزعجين اللي يجي اللي هو ينتقي الفرص، انت بتأسس هو لا، هو يجي بس ينتقي فرصة واما يطلع من السوق او للأسف ممكن ياخذ الشريحة المحدودة. اي هو شريحة محدودة او انه يخرب السوق على الكل، وممكن في البعض يصل فيه انه خلاص خربت وما عنده اصلا تجارب سابقة، فيبي بأي شكل من الأشكال يتخلص من المنتج اللي أحضره، فيحرق السوق بأسعار متدنية جدا، يعني يسقط كثير من تجار الجدد والحديثين في المجالات المتنوعة هذه. وكيف يتلافاها رائد الأعمال أو صاحب المشروع اللي حاب يدخل والله ويقول لك أنا أخاف من هالمرحلة أو فعليا وقع فيها؟ إيش الحلول الإدارية الاستراتيجيات؟ والله شوف، حلول مرة متنوعة، يعني مش ممكن طبعا أهم شيء رأس المال، بدون شك رأس المال هذا جزء اللي يخليك تصبر أكيد، لكن النقطة الأساسية ما يصلح أنك تشتغل خلنا نسميها على الحفة هذه، لابد أن يكون عندك اللي هي تنوع، مو بس التنوع، التدفقات النقدية اللي عندك تتحمل المغامرة. أي بزنس في مجال للربح والخسارة، إن لم يكن رأس مالك يتحمل المطبات ويتحمل المفاجآت لن تستمر في السوق. ما ينفع تقول والله هي أنا تكلفة المشروع عندي فقط 100,000، ما هو بصحيح الكلام هذا. 100,000 لا تكفي، من الآن أقولها بكل صراحة، أنت لابد أن يكون عندك بدون يعني بدون مبالغة 50% إضافية هذه للمفاجآت، خلي على جنب للمفاجآت. لأن في الأول وفي الأخير في بعض المشاريع خلال 6 أشهر ممكن تبدأ ترى بصيص أمل في النجاح، في بعض المشاريع لا، تأخذ منك أكثر من السنة للنجاح. فإذا ما كنت أنت عارف الخطوات حقتك ودارسها بشكل صحيح وسليم، ستقع في المحظور على قولتهم، ممكن تصل للخسائر بسبب عدم حرصك من البداية على وضع الرقم السليم والصحيح في مشروعك. والتحديات أو ممكن تسميها إدارة المخاطر عندك لابد أنها تكون مدروسة بشكل صحيح. أي مستثمر حديث وجديد لابد أن تكون عنده إدارة المخاطر هي الأعلى جودة في الدراسة.